الشأن السياسي، حيث تعقد في هذه الأثناء أحزاب وشخصيات وممثلون عن المجتمع المدني المنتدى الوطني للحوار في مدرسة الفندقة بعين البنيان غربي العاصمة، والذي يناقش الأوضاع السياسية للبلاد من أجل الوصول إلى خريطة طريق للخروج من الأزمة. وتشارك أزيد من 700 شخصية من رؤساء أحزاب وممثلي المجتمع المدني وشباب الحراك الشعبية. ويأتي هذا الاجتماع عقب دعوة رئيس الدولة الطبقة السياسية والنخب إلى حوار وطني مستقل بعيدا عن كل مؤسسات الدولة بما فيها المؤسسة العسكرية. ونربط الاتصال مباشرة مع زميل مبارك دفة، مبعوث القناة إلى مدرسة الفندقة بعين البنيان. أهلا بك مبارك، ما أبرز معالم هذا اللقاء وما المنتظر فعليا منه؟ نعم زميلي مصطفى، نحن الآن متواجدون في المدرسة العليا للفندقة والإطعام بعين البنيان هنا بالعاصمة، حيث بشخصية لقاء الذي يجمع بين العشرات من الجمعيات ونحو 10 أحزاب سياسية للحوار الوطني. الحوار هذا الذي تحضره أحزاب معارضة تغيب عنه الأحزاب التحالف الرئاسي. في الجلسة الصباحية شهد اللقاء يعني كما هو مبرمج، هنالك يعني كلمات نحو 15 كلمة لممثلي الأحزاب السياسية. في الجلسة المسائية هناك يعني مبرمج نحو 30 مداخلة نحو 25 منهم من المجتمع المدني. في الكلمات الصباح لاحظنا تثمينا من أغلب المتداخلين، خصوصا منهم ممثلي الأحزاب السياسية، وطبعا كذلك المتداخلين الممثلين للمجتمع المدني تثمينا للكلمة الأخيرة لرئيس الدولة بن صالح، الذي دعا إلى حوار بعيد عن السلطة ومؤسسات الدولة بما فيها المؤسسة العسكرية كما أشر. الطريف كذلك زميلي مصطفى زياتين أن هنالك أحد الشباب طلب يعني حاول أن يقطع الجلسة بداعي أن المتدخلين في الفترة الصباحية أو الأسماء الأولى المدعوة للمداخلات لم تكن تشتمل على أسماء شابة. نعم مبارك، ماذا عن مداخلات شباب الحراك الشعبي بعيدا عن الشخصيات الوطنية وممثلي الأحزاب؟ إلى الآن إلى غاية الآن يعني غاية الآن ممثلو الحراك لم يتدخلوا، المرتقب تدخلهم في الجلسة المسائية بعد اختتام الجلسة الصباحية. نعم، شكرا جزيلا لك.